يعني اجعل قلبك يقبل على الله عز وجل، ولا يكون قصدك في شيء من أمور العبادة ومنها العلم لا يكون لغير الله عز وجل، فإن العبادة يجب أن تكون لله عز وجل وحده دون من سواه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد يعني لله عز وجل، كن واحدا لا تتشتت، اجمع قلبك على الله عز وجل واجمع القصد لله عز وجل في واحد. ما هو؟ قال: أعني سبيل الحق والإيمان. الإنسان عليه أن يتحلى بآداب النفس، العفة، الحلم، الصبر، التواضع، سكون الطائر، الوقار، الرزانة، خفض الجناح إلى غير ذلك، يعني أن يتحلى بالصفات الحميدة من العفة ومن حسن المنطق ومن التواضع ومن خفض الجناح في كل ما يأتي ويذر، أن يكون على طريقة أهل الخير والصلاح والعلم. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.